ساحل من مدينة بيرسيس أو منطقة بيرسيس باتجاه هذه المنطقة التي تبعد أكثر من 200 وقرابة 230 كيلومتر شرق مدينة بنغازي. حجم الدمار هائل بسبب الفيضانات وكذلك بسبب الأمطار الغزيرة. إذا ما تحدثنا على مدينة شحات أو ما جاورها من باقي المناطق كمدينة البيضاء وسوسة وكذلك منطقة الوردية والتي أعلن عن زوال هذه المنطقة بشكل نهائي وذلك نتيجة للفيضانات العنيفة والأمطار الغزيرة والتي قامت بجرف كل الطرق وكذلك ببيوت المواطنين هناك. أيضا نذكر بأن العديد من الأهالي هم يتحدثون على أن يعني ربما تأخر الإمداد في مدينة الإغاثة وكذلك جهود الإنقاذ في مناطق الوردية ومناطق سوسة التي تبعد عنا قرابة 20 كيلو متر. بالإضافة كذلك نتحدث على جزئية أخرى والمتعلقة بوصول الإغاثة والتي بدأت تصل خلال الساعات القليلة الماضية إلى تلك المناطق. نعم، طيب على حجم يعني على مستوى الخسائر بالمدينة عبد العزيز. نعم، يعني تحدث هناك الكثير من الأسر النازحة المتواجدة سواء كان في بعض المدارس أو في بعض الفنادق التي تم تخصيصها من قبل لجنة الأزمة والطوارئ وتدخل السريع والبدء في تخصيص بعض المخصصات المالية من قبل الحكومة بعد إعلان رئيس الحكومة السيد أسامة حماد عن ذلك، بالإضافة كذلك للجولة التي قام بها المشير خليفة حفتر القائد عام الجيش الليبي إلى مناطق درنة وباقي مناطق الجبل الأخضر. أيضا نذكر بأن هناك الإغاثة والتي بدأت تصل، ربما أيضا لو نتابع هنا من خلفي بعض هذه العربات التي تحمل الإغاثة والتي ستتحرك بعد قليل وسنرافقها باتجاه تلك المناطق الوردية وكذلك منطقة سوسة ومناطق البياضة وغيرها، إلا أن ربما هذه المنطقة هي تعتبر أقل وبشكل بسيط تضررا أي مدينة شحات والبيضاء من تلك المناطق الواقعة شرق هذه المناطق. بالنسبة هل كانت هناك عمليات نزوح وضع المستشفيات بالمدينة؟ يعني على مستوى المستشفيات نتحدث على مستوى مستشفى البيضاء، يعني أيضا ننتظر أن يكون هناك اجتماع لمدير المشفى تواصلنا معها عبر الهاتف قبل نصف ساعة وكذلك تحدث على أن مستشفى البيضاء يحتاج إلى دعم عاجل وذلك لأن حجم الأزمة كبير، هناك العديد من الإصابات، هناك العديد من الحالات استقبلها مشفى البيضاء وهذا يفوق من القدرة الاستيعابية والإمكانيات التي يوجد بها المستشفى الرئيسي هنا في مدينة البيضاء وحتى متواجد هنا في مدينة شحات. وعلى هذا الأساس هناك مطالبة بدعم عاجل سواء كان دعم محلي أو دعم دولي، هناك بعض التخصصات التي يطلب وبشكل عاجل أن تتوفر في مناطق الجبل الأخضر خاصة بأنها تعتبر منطقة يواق خلفي لمدينة درنة حيث تتجمع سواء الإغاثة أو فرق الإنقاذ قبل التوجه إلى مناطق الوردية وسوسة بالإضافة إلى مناطق المخيلي وكذلك مدينة درنة.